الله يوفقك يا أخت حنان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، الحمد لله. يا رب العالمين. أنا والله يا شيخ أرجو منك النصيحة. أنا من الله علي بالهدايا منذ 3 سنوات، ولكن لا أستقيم. أذنب ثم أعود، وأذنب ثم أعود، ولا أستقيم أسبوع اثنين ثم أرجع ثانية. اسأل الله الثبات، كما كان النبي يدعو بالثبات فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأهل الإيمان كانوا يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والخليل يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فاسأل الله الثبات، ثم اختلط برفقة صالحة. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، كان نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. بارك الله فيك.